مجددا اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه اليوم من للنقاش، وفي المحور الثاني عن الدعم الدولي بين الطارئ والمستدام. يسعدني دوما ان ارحب بضيفي الدكتور ايهاب القرشي، وهو الباحث في المجالين السياسي والانساني. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك اخي العزيز. دكتور، نحن على مقربة ساعات من انعقاد مؤتمر المانحين الخاص بشأن التعهدات الإنسانية لليمن في هذا الظرف العصيب، خطة استجابة جديدة إنسانية هي سنوية وتتكرر ربما بنودها. ما جديدها هذا العام إذا هنالك اطلاع حول المحتوى؟ وهل تكشف لكم شيء بشأن الملفات المطروحة بشكل أولويات تختلف عما سبق؟ تفضل. أولا شكرا على إتاحة الفرصة في الحديث عن الأمر الهام جدا والذي ننتظره منذ عام، يعني منذ أن فشلنا في العام الماضي في تحقيق مستوى عالي من دعم خطط الاستجابة الإغاثية والإنسانية في اليمن. اليوم وتفصلنا ساعات عن انعقاد المؤتمر الذي دعت له الأمم المتحدة وخصصت يعني مبلغ أو وضعت كهدف 4.3 مليار دولار كهدف لتغطية خطة الاستجابة الإغاثية والإنسانية في اليمن للعام 23. الجدير بالذكر أن الخطة اعتمدت في خطة الاستجابة 23 اعتمدت على ثلاث محددات رئيسية، وهي إنقاذ الأرواح للنساء والأطفال والفتيات والفتيان. هذا الرقم واحد، وهو عبارة عن معالجة سوء التغذية وتدني مستوى الأمن الغذائي في اليمن. هذا رقم واحد. رقم اثنين، عملوا على موضوع الحماية أيضا وتعزيز الحماية للمتلقين للمساعدات الإغاثية والإنسانية، وأيضا الحد يعني الاستجابة متعددة الأطراف والتي تندرج تحتها سبل العيش وجزء من التعافي أو الاستدامة نوعا ما إلى حد زمني محدود. الثلاث المحددات الرئيسية هي فقط ما وضعتها الأمم المتحدة في خطة الاستجابة الإغاثية والإنسانية. الأمر الجدير بالذكر أن هناك يعني مؤشرات وضعتها خطة الاستجابة الإنسانية للعام 23، وهي يعني حجم مستوى الكارثة اللي موجود في اليمن والذي تراوح ما بين 19% من عدد سكان اليمن أو المحتاجين التي حددتهم خطة الاستجابة الإنسانية ب 21.6% من مليون مواطن يمني. نعم، قرابة 21 مليون يمني يعاني من خط الفقر، ربما 19% منهم وصلوا إلى مستوى يعني الكارثة، ولأول مرة تعترف الأمم المتحدة بوجود الكارثة ورغم أنها سمتها كارثة ولكن لم تسميها يعني مكاعة. قرابة أربعة حقيقي لها هي المكاعة. قرابة 4 ملايين يمني. لا، هو حددوها ب 6.1 مليون، يعني 6.1 مليون مواطن يمني. إذن من إجمالي السكان. نعم نعم، تفضل. نعم، وحددت الخطة مستويات الكارثة ووزعتها يعني على مستويات معينة، وهي الطوارئ ويعني والكارثة والأزمة، وأيضا مرحلة محدودة الأثر. المراحل هذه كلها شملت يعني 21 مليون كان يعني مثل ما قلت لك 19% وهي كارثة، وأكثر من يعني حوالي 22% يعني. هل هو الشكل يا أزمة؟ هل هو الشكل المعتاد دكتور، وأنت مطلع على خطط الاستجابة السابقة، هل هو الشكل المعتاد أم أن هنالك تغيرات أحدثته الأمم المتحدة في عدد من الملفات؟ هل هنالك ترتيب مختلف جديد للأولويات، سياقات في يعني ترتيبات جديدة، آليات، سياسات؟ ما الجديد في مؤتمر مانحي الغد وتعهدات هذا العام وعمل الأمم المتحدة لعام قادم؟
أظهرت خطط الاستجابة نوع من مزيد من الشفافية في وجود يعني محددات معينة مثل قواعد البيانات التي أصبحت متاحة للجميع، يعني في قواعد جمع البيانات خاصة في اليمن، وهذه أصبحت على موقع إلكتروني مفتوح. أيضا ضمت خطة الاستجابة الفاينانس تراكينج سيستم، وهو التتبع المالي، والعديد من المؤشرات التي تعزز مستوى الشفافية. هذا مؤشر كبير على أن الماضي كان له يعني ظلمة كبيرة يعني طغت على الوضع الإنساني في اليمن. الأمر الآخر أن مثل ما قلت لك قبل قليل، لأول مرة تحدد الأمم المتحدة وخطة الاستجابة حجم كبير، وصل إلى 6 مليون و100 ألف مواطن يمني هم في مستوى المجاعة أو الكارثة. الأمر الذي أشير إليه بأن هناك مرحلة يعني سابقة لمرحلة الكارثة، وهي تساوي 22%، أي 7 قليل في المئة. هذا يعطي احنا يعني مؤشر الى حدود 30% او يعني من اليمنيين المستهدفين في خطة الاستجابة الإنسانية يعني في وضع الكارثة. الأمر الذي لا بد على المانحين ان يستجيبوا لهذه الخطة حتى مع الثغرات الكبيرة اللي موجودة فيها، مع تعليقاتنا وتحفظنا على أمور كثيرة في خطة الاستجابة وفي أداء المنظمات الدولية. لأنني دائما أكرر وأقول أنه إذا صعب القياس العائد من وجود المنظمات في اليمن، فمن السهل قياس الفاقد من عدم وجودها. مع تحفظي على شكل الأداء وعلى مستوى الشفافية المتدني في أدائهم، الأمر الآخر هناك جاب أو ثغرة كبيرة لدى الشعب اليمني، وهي تتراكم منذ 10 سنوات. نحن من العام 2012 حتى اللحظة يعني تقدمت الأمم المتحدة باحتياجات إنسانية ضمن خطط الاستجابة الطارئة لها تقريبا ب 26.5% 26.3% مليار دولار. دكتور، تم تغطية 17.3%. تفضل أكمل. تم تغطية 17.3% مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية، أي هناك يعني ثغرة كبيرة تعادل حوالي 8 مليار دولار لم تتم التعاطي معها أو تغطية، وهذا ما خلال العشر سنوات الماضية. وهذا محور سؤالي، شهدنا تراجعات إذن في تعهدات المانحين، هل هنالك تنبه للخطر مع هذه الأرقام المأساوية عن الوضع الإنساني؟ هل هنالك تنبه وهل هنالك اندفاع دولية؟ هل تشهدون روح إنسانية تتبدى بشكل أفضل، أم أن التعهدات تظل في التراجع نحو يعني بشكل مستمر؟ التراجع في الدعم لليمن كان من عدد من الجهات، ليست فقط الدول المانحة، وحتى يعني القطاع الخاص الذي كان له دوره، وحتى المغتربين. كل الأدوار هذه تراجعت إلى ما دون النصف أو 30% كحد أعلى في السنوات الأخيرة. الأمر الذي فاقم الأزمة في اليمن مع وجود ثغرة مثل ما أسلفت قبل قليل ب 8.5 مليار دولار، هذه جعلت احتياجات اليمن كبيرة جدا لا تكفيها 4 مليار التي حددتها الأمم المتحدة في خطة الاستجابة. لكن من المتوقع مع وجود يعني نوع من الاستقرار السياسي والوضوح الرؤية في اليمن، ووجود يعني مؤشرات للحلول قد تكون يعني طرفية، لكن العالم يدعم الحكومة الشرعية، يدعم مجلس القيادة الرئاسي. إذا لم يستطع دعم مؤسسات الدولة ودعم الشعب اليمني، العالم سيكون مثار يعني مثار أو فشل أو سبب في فشل في التقييم. في التقييم دكتور إيهاب، هل المتعهدين يفوا ويخصصوا كل الأموال؟ هل تقييماتكم ورقابتكم تثبت يعني توضح ذلك، تكشف ذلك؟ نعم أخي العزيز، يعني خلال العشر سنوات الماضية كانت كل التعهدات مدفوعة، لم يتبقى منها ما لا يزيد على 180 إلى 200 مليون دولار فقط. لكن يعني هناك مؤشرات مهمة. قبل أيام انتهى انعقاد المؤتمر الإنساني الثالث في الرياض، وكانت مخرجاته هامة جدا، تحكي فعلا الاحتياجات الحقيقية لليمن أو للعالم العربي، ولكل عالم يحتاج المساعدة والمساندة. أول محور نتج عن المؤتمر وهو تعدد الشراكات، المحور الثاني التقييم وهو هام جدا، والمحور الثالث وهو التوطين، والمحور الرابع النهج الترابطي.
هذه الأربعة المحاور أو النتائج التي انبثقت عن مؤتمر الرياض الإنساني لم تأتي من فراغ، وإنما أتت لمشاركات عديدة والاحتياجات عديدة مطروحة على طاولة المؤتمر. جميل جميل. إذن هنالك جهد إقليمي ربما يتنبه بشكل أفضل، ربما يقدم توصيات، وربما يفيد أيضا المجتمع الدولي في قضيتنا القضية اليمنية. تساؤلي الأخير، هل هنالك اتجاهات ترغب توصي أنت بها؟ هل هنالك اتجاهات لتخصيص أموال في جوانب أفضل؟ على سبيل المثال مرتبات الموظفين يمكن أن تمثل حلا كبيرا وأملا وأفقا، وليست بالحجم الكبير الذي قد يؤثر على هذه التخصيصات، فيما لو خصص مثلا مليار دولار أو أكثر فإنه سيسد فجوات واسعة في رواتب الموظفين، وبالتالي يحسن من الحالة الإنسانية لصالح كل اليمنيين تقريبا. ما رأيك؟ الحقيقة هناك عدد من التوصيات التي يجب أن ينتبه لها المجتمع الدولي وخاصة المانحين. أولا أن لا يوجد في اليمن فقط احتياج إنساني وإغاثي، وإنما لابد أن يصاحبه المحتوى التنموي المصاحب لهذه الأعمال الإغاثية والإنسانية ودعم الاقتصاد اليمني الرسمي. نعم. الأمر الآخر أيضا مثل ما قلت لك، الاستقرار السياسي هو أمر هام جدا حتى على مستوى تنفيذ الخطط الاستجابة الإنسانية والإغاثية، وبالتالي وجود المؤسسات الدولة في الحد الأدنى من قدرتها على تحقيق الخدمات أمر هام جدا. لابد من على المجتمع الدولي أن يراعي دعم المؤسسات هذه عن طريق البنك الدولي، وهو أحد منظمات الأمم المتحدة. أيضا هناك أمر هام جدا، الدول المانحة لليمن، أنا توقعاتي في المؤتمر غدا أنه سيحقق يعني نتائج أفضل من العام الماضي، خاصة وأن هناك تفاعلات دولية مع المجريات السياسية اليمنية، فمن المتوقع أيضا أو تقييما لعشر سنوات، على أساس تقييم لمدة عشر سنوات كانت الولايات المتحدة هي تمثل 30% من خطط الاستجابة الإنسانية، ثم تأتي بعدها المملكة العربية السعودية بنسبة 15%، ثم ألمانيا وبريطانيا بنسبة 10% لكل منهما، الإمارات العربية والاتحاد الأوروبي كل منهما 5%، الكويت واليابان أيضا 2%، والبنك الدولي وصندوق الاستجابة للطوارئ 2%، وهناك السويد وكندا كل منهما 1%، ويأتي بقية المانحين بما يعادل 10%. أتوقع أن يتم تقديم أكبر مساعدات من الولايات المتحدة ثم المملكة العربية السعودية، وبالتالي حسب الهيستوري أو التاريخ لكل الدول التي قدمت المساعدات الإنسانية خلال 10 سنوات. نتمنى أن يحقق مؤتمر المانحين غدا حدا أعلى من الطموحات، رغم أنه هو يأتي في الحد الأدنى كاحتياجات حقيقية التي تتجاوز في العام 23 8.5 مليار دولار. لا ندري من أين أتى الأمم المتحدة بهذا الرقم 4.3 مليار دولار فقط. بالنسبة للأشقاء ربما هنالك زوايا أخرى للدعم وأيضا للتأثير في الجانب الإنساني، أليس كذلك؟ أم أنه يندرج كليا تحت هذا التخصيص الذي بالنسب المذكورة؟ طبعا أنا تحدثت عن خطة الاستجابة، فمثلا المملكة العربية السعودية خلال 10 سنوات دعمت خطة الاستجابة الإغاثية الإنسانية ب 2.8 مليار دولار، لكنها قدمت بشكل مباشر ويعني وعبر قنواتها مثل مركز الملك سلمان ومش يعني وبرنامج. إذن هذه قنوات أخرى أخوية وشقيقة. نعم تفضل. أريد أن ألوح إلى هناك يعني كم قدمت المملكة؟ المملكة العربية السعودية قدمت 10 مليار دولار في خطط الاستجابة وخارج خطط الاستجابة خلال العشر سنوات الماضية، وكانت أكبر دولة تقدم مساعدات الإنسانية. لماذا لم ترصد الأمم المتحدة هذه المبالغ من خلال شراكات ووثيقة بين المركز مثلا والأمم المتحدة ووكالاتها؟ الأمم المتحدة لا تهتم لأن تبرز دور غيرها، يعني في لأنها هي عبارة عن قناة يعني تمويل تأخذ الأموال، وبالتالي إذا ما كانت المقارنة صحيحة فإن المملكة العربية ستكون هي الأكثر دعما لليمن والشعب اليمني في مجال الإغاثة الإنسانية.
نعم، هناك عدد من المؤشرات التي يعني تتعلق بخطط الاستجابة ولا يتم النظر لها، مثل فعالية الإنفاق والمشاريع اللي في اليمن. فمثلا دولة الكويت قدمت خلال 10 سنوات 330 مليون دولار، لكن مشاريعها تعادل فعالية مليارات. أيضا هناك دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت أسرع الدول في الاستجابة الطارئة للمتطلبات الإغاثية والإنسانية. هناك أيضا مثل ما قلت لك قبل قليل، لماذا لا نعطي الناس حقهم؟ القطاع الخاص والمغتربين الذين إلى اليوم لم نسمع أن فقد موظف يمني واحد عمله في القطاع الخاص، وهذه تحتسب بمليارات، يعني تتجاوز 20 مليار دولار خلال 10 سنوات. القطاع الخاص المغتربين الذين حولوا في الأعوام الأولى من 10 سنوات الماضية أكثر من 16 مليار دولار، بينما في 6 سنوات الأخيرة لم يستطيعوا أن يحولوا أكثر من 4.3 مليار دولار. إذن وهذه النافذة